السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدمه معكم ان شاء الله واحد السفنج اللي كيجي اكثر من رائع ومقادير جدا بسيطه. فصراحه غتقدموا معكم واحد الصديقه ديالي. فبالنسبه للمكونات فعندي واحد 500 ديال 500 غرام ديال الدقيق الفورص، اولا الدقيق يعني العادي، يعني فورص ديال الحلوه وديال الخبز عادي، مهم يكون غير تيبوت 00 او لا الدقيق الرطب. غادي دير واحد المعلقه ديال الملح، ودرت معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وغادي دير جوج ديال المعالق ديال المايزينا. فيه مقادير اللي سهله وكيتخلط غير بالمعلقه، ما فيه لا تماره لا والو نتوما كيف ما غتلاحظوا معايا، وكيجي اكثر من رائع. فغادي دير هاد المقادير كلها، وغادير معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. درت خميره الكيماويه اولا خميره ديال الحلويات معلقه، ودرت خميره ديال الخبز ودوبتها في واحد شي شويه ديال الماء كيف ما غتلاحظوا. غتخلط بعد المكونات باش غتزيد، مهم غتزيد الماء. غادي نعاود لكم المقادير: 500 غرام ديال الدقيق، جوج معالق مايزينا، معلقه السكر، معلقه الملح، معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، معلقه صغيره ديال الخميره نتاع الخبز دوبتها في الماء شويه دافئ، وغادي نعجنوه بشويه الماء الدافئ. تزيد واحد الكاس ديال الماء، وبالنسبه للماء اولا يعني باش غتجمع الخليط فيعني كيبقى حسب الدقيق كيف ما تنقولوا دائما، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. فغادي تكمل بالماء، حتى غادي تخلطو غير بالمعلقه كيكون القوام ديالو الرخو جدا. هانتوما كيف ما غتلاحظوا معانا، خليكم مع الفيديو باش تشوفوا كيفاش غادي يكون. غتخلط غير بالمعلقه، ما غتستعمل لا يديها ولا عجانه لا والو، رغم ان هذا فاش كتعجن راه ديال العجانه. المهم هنا البنات راه بقات كتزيد يعني بالتدريج الماء، نتوما كيف ما كتلاحظوا العجينه كي خصها تكون الاستيك، وكتضرب غير لا بالمعلقه. هي صراحه كتخدم بواحد المعلقه ديال الخشب، ولكن ما كانتش متوفره، ودابا خدمت غير بالمعلقه عاديه. نتوما كيف ما كتلاحظوا غادي تخليه يرتاح، ما غتعجنوش مزيان في المرحله الاولى، غادي تخليه يرتاح. غادي تدوز 5 ديال الدقائق وغترجع عاوتاني دير له نفس الطريقه وتخليه يخمر مجددا. كما كيف ما كتلاحظوا في هذه المرحله هذه كيبقى يتقطع معنا الخليط، يعني هي غادي تخليه شي شويه يزيد يخمر اولا يزيد يرتاح اولا يطلق داك الكولاجين ديال الدقيق، يبقى يطلق الكولاجين ديالو باش يطلق معانا. فدابا هنايا غير غادي تغطيه، دوز 5 ديال الدقائق وترجع وغادي تخبط بالمعلقه مره اخرى صافي، وتخليه يخمر. حنا غنرجعو ان شاء الله فاش غادي يخمر. هانتوما كيف ما كتلاحظوا البنات راه هو خمر لينا الخليط ديالنا. المهم دازت 5 ديال الدقائق، جات خلطاته ولات خلاته خمر. دابا هنا هذه الخمره النهائيه، هانتوما كيف ما كتلاحظوا يعني راه خامر. غادي تجيب واحد الصينيه ديالها فين غادي تكرص الكويبرات اولا دير كويبرات صغيرين على حساب السفنج ديالنا. راه كيجي ساهل وكيجي رائع جدا، وكيوجد فاقر يعني في دغيا كيوجد ساهل وكيجي زوين. نتوما كيف ما كتلاحظوا فغادي تخوي منه الهواء، نتوما راه ما عجناتو ما والو، وكيكون إيلاستيك يعني كيجي العجينه اولا كتكون العجينه ديالنا بحال هكا، ما تكونش قاصحه. غندهن شويه ديدتها بالزيت، وغادي تهز العجينه ديالها وتحطها في البلاطو فين غادي تكرص
اولا فين دير قراصات صغيرين اولا سفنجات على على حسب القياس اللي بغيتو نتوما. هي اخترت هذا القياس هذا يعني جاو كبيبرين شويه، نتوما غديروا القياس اللي بغيتو. نتوما العجينه يعني راه كتكون بزاف كاع يعني مرخيه. بعد ما قرصنا السفنجات ديالنا اولا درناهم كويرات صغيرين، فغادي ندوز وغادي تدير جوج ديال المقالي. غدير مقله غادي تكون غارقه بالزيت، ومقله اولا الفراحه ديال الحرشه غتكون فيها شويه ديال الزيت كيف ما كتلاحظوا. هنا البلاطو ديال السفنج ديالنا وواحد زليفه فيها الماء، فعطما غادي تدهن بيديها بالزيت، فغادي تدهن يديها بالماء. هذا الماء هذا كيخلي السفنج ديالنا يجي مقرمش اكثر. المهم غادي تاخذ السفنجه ديالنا وغادي تحلها كيف ما كتلاحظوا، راه ساهل ما تخافوش منه. انتما كيف ما كتلاحظوا خا كيجي يعني العجينه ديالو كتكون رهيفه، ولكن يعني سهله باش تكور يعني ديري لها ديك الطريقه فكتجي سهله. المهم غادي دير معاكم بحال هاد الطريقه باش تشوفوا. دابا هنايا علاش كدير ديك المقله؟ غير باش يتحمر داك التحتاني ديال السفنج، يعني غتشوف انه السفنجه بحال وقفت او شدت في راسها، وغادي تزولها وتردها في المقله الاخرى. انتما كيف ما كتلاحظوا في السفنج ديالنا راه باقي تيقبط راسو، ضروري ما خصو يقبط راسو في المقله يعني اولا الفراحه ديالنا اولا المقله ديال الحرشه اولا المقله الثقيله اولا مقله الوجده، ما كل واحد كيش كيقول ليها، اولا اي مقله عندكم جوج مقلات يعني انتما يمكن لكم تستعملوا اي حاجه. وغادي تهزو غادي ديرو في هاد المقلة اللي كتكون طبيعة الحال شي شوية غارقة بالزيت، وغادي تبدا تتهز هاديك الزيت السخونة وتبقى ترشو من الفوق، وفي نفس الوقت راها كدير السفنج في الفراحة ما تنساهاش بحرا باش ما تسخنش الزيت بزاف، وتكون طبيعة الحال هي كتقلي هنا وكتقلي هنا في نفس الوقت. مهم على نار اللي هي متوسطة ما متكونش مجهدة بزاف. المهم غتبقى تهز الزيت ديالها وكترش السفنج من الفوق، صدقوني كيجي رائع جدا، كيجي زوين ودغيا كيوجد. انتما غتعاود معاكم يعني في نفس الوقت هي راها كتصيب يعني السفنج في المقله الاخرى، وميم طون راها كدير الاخر تيتقلى. المهم خليكم مع الفيديو باش يعني تشوفوا المراحل ديال الطياب ديال السفنج ديالنا، وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي.
تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السفنج ديالنا. صدقوني كيجي رائع، جربوه خلي لي في الكومنتارات. غادي نقسم معاكم وحده، كيجي مفشفش، ما كيجي لا معجن لا والو، وكيجي اكثر من رائع. وعندكم السفنج في الدار، ما تحتاجوا لا سفناج لا والو، من اليوم ما تعاود دير شريوه ديال الزنقه. مهم انتم كيف ما كتلاحظوا فكيكون مقرمش. وغادي نقسم معاكم وتشوفوا يعني كيكون فشفش من الداخل. راه حرقتني في يدي حيت كنت سخونه، كنت سخونه حرقتني في يدي، ما قديتش صراحه ما قديتش نقطعها. انتما كيف ما كتلاحظوا راه كيجي اكثر اكثر من رائع، كيجي غزال وما كيجي لا شرب زيت لا والو، كيجي ناشف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، وغادي نخليكم ونقول لكم الى فيديو قادم. مهم كنشكركم دائما على جام والاشتراك، ده طبيعة الحال اللي عجبكم المحتوى ديال القناه فما تبخلوش علينا بالاشتراك. وغادي نقول لكم الى فيديو قادم، تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.